بهدفين لمحمد شريف واحمد عبد القادر تقدم النادي الاهلي 2-0 على انبي في شوط اول جيد لنادي الاهلي، سيطر فيه على اغلب فتراته وتمكن من احراز هدفين ليتقدم 2-0. كابتن شريف، تقدم منطقي مستحق للنادي الاهلي. مبروك، اداء سريع جدا من النادي الاهلي، اسفر عن هدفين. هدفين في مسؤوليه كبيره على حارس المرمى فيهم، ولكن سرعه التنفيذ، سرعه الرؤيه. الهدف الاولاني لمحمد شريف الحقيقه فكر فيه كويس جدا، والتنفيذ حصل والكره راحت في اخر الجول. يمكن يبان لك ان حارس المرمى مسؤول عنها تماما يعني، انما هي اعتقد برضو فيها خدعه شويه انها راحت في الارضيه تحت جنب حارس، انما الجول الثاني اعتقد كانت في ايده، كان يقدر يتعامل معها احسن من كده. ولكن الاهلي زي ما انا قلت لك عنده ستار حديدي اللي هو نص ملعبه الحقيقه. إذا كان بياخد الكرة الثانية وبيبتدي هجمة من جديد وبيطلع الأطراف، محمد هاني وعلي معلول اللي هم يعني يعتبروا بيرستاو وعلي معلول ومحمد هاني هم شكل اللي بيبني أي هجمة بتبقى للنادي الأهلي في حماية ديانج ومروان وحمدي. هو ده اللي عامل الإيقاع بالنسبة للنادي الأهلي، الاستحواذ الجيد جدا. مش مهم لو الكرة اتقطعت منك في محاولات من فرقة إنبي، ان هي عندهم سرعات كبيره جدا عند كابو واحمد امين، بيحاولوا الحقيقه يستغلوا، ولكن وراحوا للخطوره على المرمى. ها؟ بدون خطوره على المرمى. بس عندهم سرعات، انت لو في مساحات وهتفتح لهم بيبقى عندهم امكانيه ان هم يقدروا يخترقوا من العمق عندك انت ويخشوا جوه ال 18. علي لطفي ما شاء الله في ثبات، واقف في المرمى شايف الدنيا كلها، حاطط خط ال 18 بتاعه قدام عينيه كلها، شايل شويه من اي رد فعل بالنسبه لفرقه انبي وهم جايين يهاجموا عليك. الكره السريعه اللي احنا بنلعبها الباص باص 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 بتبقى فيه خطوره ليج كبيره قوي. لما بنزودها، وده اللي احنا قلناه مثلا عن طريق عبد القادر او اي حاجه او ميز باص في المنطقه الخطره عندك، هو دي الخطوره اللي بتبقى عليك. عشان كده انت بتقول ايه، لا انا مش عايز اخش فيها جول الهاف تايم ده. فاحنا اللي بنصنع الخطوره علينا، ولكن فرقه انبي انت المتميز عنها، السرعات عندك انت، انت اللي تقدر تحرز هدف كمان الثالث. اعتقد الشوط الثالث هيكون في تغييرات، اعتقد ممكن تعمل تدعيم اقوى ويبقى في مكسب كبير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، شفنا سيطره واستحواذ النادي الاهلي الشوط الاول، وشفنا ان انبي بيكتفي بانه يلعب على الهجمات المرتده حتى بعد احراز الهدف الثاني، حتى مش عارف يعملها. يعني بص ايمن، وانا قلت كلمه في بدايه الاستوديو، وعلى فكره مش قصدي حاجه، لكن هي دي طبيعه الفرق الدوري كلها. فرق الدوري لما بتلعب مع بعض حاجه تانية، وما يجي لعب حاجه تانية خالص. انت اللي تظهره. يعني النهارده فريق انبي، مع الاحترام الكامل لانبي ومركزه، هو مش موجود. انبي ما فيش حاجه خالص، حتى مش عارف يدافع. يعني حتى الطريقه الدفاعيه اللي اتكلمنا فيها وفضلنا نهري فيها كتير قوي، ما فيش طريقه دفاعيه، هو مش عارف حتى يدافع عليك. هجمه مرتده وسرعات مش موجوده، ان انبي اساسا مش عارف يعمل حتى هجمه مرتده، ما بيستحوذش على الكوره، انت ضاغط على طول، انت اللي بتدور على هدف بدري، وده كان احسن حاجه عملها النادي الاهلي النهارده. هدف في الثاني انبي مش موجود، انبي مش فريق مش موجود، وهو ده دي عظمه النادي الاهلي. صح، بيخلي الفريق المنافس، هي دي امكانياتك، دي امكانياتك ودي حدودك. بالظبط، يعني لكن مثلا مين بيلعب مع فرقه ثانيه يبان ان هو كويس ومنظم، لا، لكن لما بيجي يلعب مع النادي الاهلي لا، انت عايز قد كده 10 مرات، انك انت بتلاعب فريق. ايوه، هو انت النادي الاهلي ولا سامح بهجمه مرتده، ولا سامح باستحواذ، ولا سامح بحاجه مهمه جدا. قصدك ان النادي الاهلي هو اللي بيجبرك على الظهور بالمظهر ده؟ ما انا بقول لك دايما النادي الاهلي بيخلي المنافس شكله ايه؟ اما كويس او بالشكل ده، لانك لما توصل انت كفريق نازل بتلعب بطريقه دفاعيه مش عارف تدافع حتى، يبقى ده لا ده ده, ده صح، وصح عشان النادي الاهلي بيتحرك بيلعب بيروح وي، لكن للمره الثانيه بلاش اللعب الشو احمد عبد القادر كالعاده برضه، يعني بلاش، يعني كويس ربنا كرمك بهدف حلو، الهدف بيفتح النفس على اللعب السهل. سهل، بتمنى ان شاء الله النهارده تخلص المباراه كده وجايب هدف، دور الهدف الثاني حتى كحاجه شخصيه لنفسك. وطبعا فرحت جدا لشريف، بغض النظر عن اهداف الحارس يتحملها 120%، لكن انا عاجبني هدف لشريف وعبد القادر، اتمنى الشوط الثاني ياخده بجديه اكتر من كده، انه عبد القادر عنده امكانيات كويسه اكيد. صحيح.
كابتن اسامه الاهلي فرض اسلوبه دفاعيا وهجوميا في الشوط الاول وكانت ليه الافضليه وحسم الامور لصالحه في النهايه. اه مظبوط، يعني الاهلي بادئ ضاغط بشكل كويس، لكن زي ما اتفقنا ان انبي موقفه في الجدول وضمانه البقاء كان مثلا من 5 6 اسابيع كانت الامور عنده صعبه، وكان في الجزء اللي هو المتاخر في الدوري في ال4 5 فرق اللي تحت هو طلع في منطقه في الدفء يعني في الوسط، فمش هيبقى متحفظ دفاعيا زي ما اتكلمنا بالشكل الصلب انه يعني يدافع بنسبه 90%. هو اللعب الاهلي كان بيضغط وهو المستحوذ اكتر، ولكن اللعب واخد شكل مفتوح، يعني حتى امبي بيحاول يعمل الهجمات المرتده لانه عنده كابو وقوفة سرعة جدا، بيحاول يعمل لهم تمريره سريعه لقدام في الوقت اللي النادي الاهلي طالع بعدد كبير قدام، كانوا هينجحوا يمكن مره او مرتين، مره اوفا اللي عدى من ياسر ابراهيم ودخل ولكن علي لطفي طلعها حطها في الضيقه، ومره كابو برضو عدى ولعبها عرضيه كانت ممكن فيها شبه خطوره، لكن مش الخطوره الكبيره على مرمى النادي الاهلي، عكس النادي الاهلي هو اللي مسيطر هو المستحوذ، جاب هدفين حلوين لشريف واحمد عبد القادر بصرف النظر طبعا انه الحارس ممكن يكون اخطا فيهم بشكل كبير، لكن هم تنفذوا بشكل كويس. صحيح. شريف ساب الكوره ولف بشكل كويس 180 درجه صعب. حطها حلو بشكل كويس تصرف فيها، وعبد القادر ركن ببطن رجله، لكن الكوره فيها بيبقى فيها شيء من التوفيق. جونين حلوين والاهلي هو اللي مسيطر. صحيح. وقدامه انه يحرز اهداف اكتر. مزبوط. لكن هي بس الخطوره بتاعت اللي جايه من امبي شويه جايه من اوفا وسرعات رفيق كمان. صحيح. كابتن بلال شوط جيد للنادي الاهلي، والنادي الاهلي حسم الامور في 5 دقائق. حقيقي بص يا كابتن، انا بحب اللعيبه الاذكيه اللي بتفكر اللي بيعرف يلعب على نقطه ضعف الخصم، نقطه ضعف امبي وحارس المرمى تمام. وبانت في اكتر من كور، اكتر من تصرف، اخرهم التصرف اللي قبل الهدف بتاع شريف اللي الكره تلعب بالبوكس. أيوة. هو حاول يطلعها كره. أيوة. في ايده، فاهم قصدي؟ فانت كفرود او انت كلعيب خلاص انت بتقرا الموقف، فبتعرف الحارس ده متمكن ولا لا، بتعرف تشتغل عليه، بتقول انا خلاص انا هجرب الحارس في كره واثنين وثلاثه. اول كره على المرمى بعديها على طول شريف سجل هدف، كمان عبد القادر كمان. يعني عبد القادر مش من عاداته انه يعمل كده، عبد القادر هيخش ومرايح ومرقص تاني. بالزبط. عمل جديد ومرقص ورايح، فاهم قصدي؟ لكنه برضو من خلال يعني قرايته للجيم اتجرأ وشاف وخلاص هو ارى ان الحارس تمام، يعني الراس دي اللي بتخاف. تمام. انا لازم استغل الحته دي انا كلعيب، فدي خد بالك دي ده مش عيب عند الحارس بس، لا دي ميزه عند اللعيب بتاعه. مظبوط. ان هو قادر يستغل نقطه ضعف الخصم، وده اللي المفترض نشتغل عليه في كل المباريات، مش بس هنا عند امبي، لا انا بشتغل على بطء مدافع، بشتغل مثلا على سوء تغطيه، بشتغل على سوء تمركز، بشتغل على سوء امكانيات حارس او قله امكانياته، فدي حاجه بتبقى جيده بالنسبه في النهارده. ممكن يكون لعيبه الاهلي مجهده وباين عليها جد، ما بتجريش كتير، ما بتلتحمش كتير، ما الحاجات دي كلها، لكن في المقابل استغل بقى الفرص اللي جيب. صحيح. استغل الاخطاء اللي تبقى موجوده عندي، فانا بحيي شريف النهارده على تسجيله الهدف واستغلاله لخطا الحارس، وبحيي برده عبد القادر على التسديد لانه خلاص هو ارى ان الحارس مش احسن حاجه، فاهم قصدي؟ وممكن خد بالك الشوط الثاني ان شاء الله نشوف اهداف برده مكرره تمام، ممكن تكون اخطاء من الحارس، ممكن تكون ذكاء من اللعيبه اللي موجوده في النادي ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتاكيد الفوز الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.